الله يحسن العوان لله. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم في واحد القصه ديال ام عيسه. ام عيسه جهاد ربي كتب لها ظروفها صعيبه، كتعيش ظروف صعيبه ومأساويه في الشارع. البارح وهي كتنعس في هاد البلاصه الناس اللي كيعرفوا حنا فين، حنا في مدينه الدار البيضاء في سونتر فيل صحه ماريشال. غادي نحاول نشرح لهم ام عيسه شنو وقع. ما بين الباركينغ ديال الطوموبيلات كدير الكارطون، واخا الناس يعرفونا فين، كتحاول انها تعيش هنا لان ظروفها صعيبه. البارح ام عيسه معاش وقع لك هذاك الشيء؟ ما عرفتش انا ديك الساعه ما نعرف، ما عرفتش. المهم الليل يعني بحال هاد الوقيته الليل فين؟ حتى دازت الوقت، يعني حتى الوقت نقولوا المهم 10 واخا في منتصف الليل. ام عيسه جالسه هنايا، جالسه بوحدها في هاد البلاصه، شنو وقع لك؟ عاودي لنا شنو وقع لك. انايا السلام عليكم اولدي، عواشركم مباركه. انا ولدي هاد الشيء اللي وقع ليا، هاد اللي بغيت تكرفص عليا كيعاون السيد اللي تيدير هنا كارديان في النهار، كيسكر ودير ميكات سيليسيون، وجا ليا يامس مع 6:30 ديال الصباح، باقيين دوك اللي كيحضرو الطروطوار باقيين ما جاو، يلاه داروا داك البانوات وغادي يجيبو التراكس. مع 6:30 ديال الصباح عرى ليا على وجهي، انا نصحاب ليا شي واحد من دوك المسكعين اللي كيدورو، مكنعش غنغطي وجهي يعني عشني ولا كتعرف ليا. غتشمي معايا السيليسيون، كينفخ في ديك الميكا اللي غتشمي معايا. قلت لي بعد مني شديت القران هاكايا، قلت لي شوف هذا شنو هو، هذا كتاب الله الكريم، هذا كتاب الله الكريم، واش تقول لي انا نشم السيليسيون؟ قال لي هذاك شغلك، خلع داك كتابك الكريم، انا ما كيهمنيش. خلى ميكا السيليسيون، جبت قرعه الشراب من حزامو، كب الكاس ديال الشراب، قال لي شربي معايا الروج، على كوا، قال لي شربي. قلت لي بعد مني حد الله بيني وبين ما حرم الله. قعدت نجرح في انا، ملي انا خرجت مشيت طلع راسي فيها ديال الدرب، حبي انا جهز لي المانطا، هذا البوشيطه ديال هاد المانطات وهاد الصاك، كنت غادي تري بهم. ملي انا درت بالي غادي بهم، دخلوا التراكس دوك غادي يبداو يحفروا الطروطوارات، كنقول لها فين غادي ليا بصاكي وحويجه، فين غادي ليا بمانطاتي. هو ما وشي واحد هضر معاه ولا الله اعلم، هو يقول لي لا هي باغا تمشي انا هزيت ليها. قلت لي انا باغا نمشي وهزيتي ليا، حطهم مشى هزيتهم. درت الدوره، وهاد الدوره هكايا كاين واحد المراه كتبان كارد هذاك الديتاي، بقيت جالسه حدا النهار كله. جاو هذوك صحاب، جاو هذوك اللي كيحفروا الطروطوار هنايا النهار كله، البارح هما كيحفروا الطروطوار، كيحفروا الطروطوار حتى الليل. جيت بحال هكا بقيت مكمشة، مازال دابا راه جبت مانطا البرد درتها عليا، مكمشة بحال هكايا، سقيت الدنيا خاوية، وفيا الرعدة والجوع والبرد والخلعة، ما عرفتش فين انا وشكون انا وكيفاش كنت انا وكيفاش وليت انا. ديك دورت راسي بحال هكا يا بالي، قالت هي في الراس وحاط الشيطة حداها وتهضر طاطا طاطا وحداها العساس. قلت زعما راه كيهضر هو العساس، شوية واحد الساعة داك العساس باليت نعس، جبد عليا الماطا هو ينوض معاك، قال لي نوض خليني نعس والله أعلم. ناطق انا قلت صافي راه مشى. واحد الساعه تنشوف حشاكو حتى السامعين المستمعين، الكلاب ثلاثه هابطين كيجريو، كاينين لهم شي شاط صغار، قلت انا تنجري على دوك الكلاب كندخل دوك لهم شي شاط، راهم كندخل هذوك لهم شي شاط هاد الكرتونات هنايا. ديك الدوره اللي درت لقيت جاي قال لي واحد الكلام شايب قبيح ساقط، ما يمكن ليش نقولوا احترامات للمستمعين واحترامات لكم اولدي، ما يمكن ليش انا نقدر نخرج داك الكلام الساقط. قال لي هادو كلابي ما تقيسيش فيهم، ربك
استغفر الله العظيم قوله ما قال، وخلي داك الكلام سلو، ما يمكن لياش انا نخرجه من فمي. انا كنت في المشيسات في حالها هذيك الدوره اللي درت، لقيت واقف حدايا شاد الميكان سيميسيون فين الشرويطه، ديال الشرويطه ديال هذا من فارو، قال لي كمي دورت راسي بحال قوي شدني من دراعي هكايا، قال لي الليله ما غتفلتيش من يديا، الليله قال لي ما غتفلتيش من يديا، والليله فين غادا تشربي معايا الشراب، والليله قال لي فين غادا تسمي السيليزيون. انا اللي نقول لك، قلت لي ما يمكنش هذاك الشيء، انا عمرني في حياتي انا يدير فيه تحاليل الدم، انا يعمرني في حياتي ما عرفت شنو هو الشراب، تقول لي انا نشرب وندير السيليزيون، انا كنت كندير السيليزيون، قال لي غديريه معايا. قلت لي ما حرامش عليك ولدي، انا قد جداك 60 سنة في عمري، راسي بيض بالشيب ومريضة سيبقى جيد، شاطة الحانيق عروق داتي مخيطين، وكنشرب في الدواء ديال العصاب ديال الشرايين تاع القلب، انا ما بقيتش نشرب الدواء، ما عندي لا تغذية لا فيتامين لا خضار لا نعاس لا والو. قال لي شغلك هذاك، قلت لي انا مرة كبيرة الله يرضي عليك، وقرني عليك، خليني عليك في الثقة، خلينا لك في التقارة، أنا مرة كبيرة شريتي عندي في الصحة. قال لي أنتي نتوما الشيبانية اللي كتعجبوني، أنتي اللي بغيتك، ديك تنطرت منه بحال هكا، مشيت نجري حتى الجريدة ديال صاحب ماريشان، تما فاش جبت التليفون صونيت الشيف تي في، قلت لهم الله يخليكم أنا كيفاش وكيفاش، قال لي عرفناك أنتي اللي شجوك. واخا لالا دابا أنتي ظروفك اليوم صعيبة، مشيتي لالا ديبوليتي بلانت، مشيتي للولاية. ايه انا غنكمل لك. واخا دينا من الولاية شنو وقع؟ غادي يجيو في الكات كات شيف تي في، هما غادي يتصلوا بولاية الأمن، جات ستابيت، جاو للمطار، ربيهم هنايا، قال لي شنو وقع؟ قلت له وقع، قال لي فينا هو؟ قال لي قلت له راه هو فيها. تما جايين لقيت الشيطة تاع المات، ما كاينه كثير ديال الشيطة ديال المات ديال البيار، وحده فيها كبيره وحده كاينه صغيره، قال لي فين هي؟ واش هذاك الولد العساس اللي شفتو هذاك الصغير هذاك الولد صاحبو اللي كان هذاك؟ لا هذاك ديال الليل، هذاك ما كانش ما كانش حاضر، هذاك كيجي يخدم في الليل، هذاك ما حاضرش، هو اللي يمشي ليه كيشوف الطوموبيلات وداك الشيء، شاف الصابيط وشاف داك الشيء، عاد ما عرفش شنو واقع. قال لي شنو؟ قلت لي هما يقول لي راه المنطقة ديال المنطقة، قال لي راه هما دايرين فيه بين الطوموبيلات، عاد مشاو جابوا لي البوشيطة هادي ديال المنطقة، ويطلعوني مع رجال الأمن، داونا لولاية الأمن، عمروا لي المحضر، وني هو المحضر هبطوه، قال لي غنعمروا لك محضر حتى للعام سيد العميل، إلى أنك أنتيا ما نتيش ديال الزنقة، وهادشي هادشي لأنك أنتي عندك استفادة. أصبحتي قلت لي حيت أنا ما عندي صحة، ما عندي راجل، ما عندي ولاد، أنا خاصني بقا يتلاوحو بيا في الخيريات، حتى في الأخير نبقى أنا في الخيريات ويجيو لي الاستفادة ديالي. خلال لما مشيتي درتي البلان ديالك، هو عندك غيتقدم يعني درتي المسطرة القانونية؟ قال لي غدا السبت غادي يقدمو للمحكمة، قال لي مشيت باش غادي تمشي تبقيه، إلا ما عندكش كوفوكاسيون غتمشي تبقيه تما المحكمة. قلت لي فين؟ الله يجازيك بخير. محكمة هي عين سبع. قال لي عين سبع الابتدائية، عين سبع. قلت لي انا ما عارفه باش درت باش نمشي لعين سبع، ما عمرني مشيت للمحاكم. قال لي شوفي الطوبيس، قال لي 23. انا غنوريك، انا غنوريك. قال لي غتمشي تما كاين باش غادي. المهم انايا دابا كنفكر غادي نمشي لعين سبع، هاد الحويجه ديالي عندما غير فين غنخليها، فاش انا بعدا عمرني نعرف هاد الشيء تاع الصطابيطات ولا هاد الشيء ديال حياتي. أنا دوزت حياتي 30 سنة في محالي، مرتاحة في محالي، ناس في فراشي، تلفازتي، شاويلي، تصدقت لا حوايج اللبس لا أتات لا والو، وخرجت خرجوني في ترابي، داوني الصطابيط، داوني المؤسسة ديال الصامي ديال الأطفال، ما قبلونيش. قال لي مو خليهم. شنو كطلبي لالا من قلوب الخير؟ انا كنطلب من خوتي المسلمين يا قلوب الرحمه، بالحق والقانون بالعدل، الا هادو احتقروني ولا هادو حرموني ولا حوني الزنقه
ما عندي صحة، ما عندي إمكانيات، ما عندي أولاد. علاش كنشرب؟ خلى على بنتي في البرد والجوع بزاف المشاكل، انا ما عنديش داري، انا ما عشتش هاد الشيء، ما عمري عشت في حياتي، ما عمري عشت في حياتي الناس اللي كيشريو ليا الماء، الناس اللي كيحلو لي الزبان وقرعه المناضه قرعه الماء، كيقول لي بغيتي تاكلي شي حاجه كنقول شكرا. انا اصلا ما عنديش شايه الماكله، انا اصلا فيا الصحبه كتقطع فيا وني شايه، ما عنديش، عندي الرعب ليا في قلبي وفي دادي تاع الفرح. انا كنسى كنترعد بوحدي، كيفاش انا ليل ونهار غادي نجي السيارات والطويصة جدا وغادي نجي وانا جالسة في الصندوق، يجي الليل الناس كيشوفوني انا في الدار انا في الصندوق، الناس كتضطر انا ما عنديش، الناس كتغدى انا ما عنديش. هذيك الجمعة هذيك الجمعة قلت لواحد السيد قلت الله يخليكم، لكن شي واحد يدير كسكسو، بغيت قيمات الكسكسو، قال لي لا 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 حنايا احنا يا خدامين احنا ما كنمشيوش للدار، احنا اليوم عاوتاني هكاك، ما انا ما كنبقى. واخا لالا عندك رقم التليفون ديالك؟ اه عطينا الرقم التليفون ديالك لالا. انا ما كنعرف، ما كندق على ديور، ما نقول لهم عطيوني شي ناكل، ما كنقول لهم عطيوني نشرب، ما نقول لهم عطيني كاس دات اي، ما كنقول لهم حتى شي حاجه، كيعطيوني الناس هكاك ديك تعطيني باش نفطر، كنمشي ندير قريعة ديال القهوة، كنمشي نديرها عند مول القهوة، كنمشي ندير لي يصاوب لي القهوة في الكاس وخوالي في قريعة تاع الكونفيتير. ولكن إلا بغيت باش ناكل باش نفطر كان واحد بيموت أدبا وما نقدرش ندوزها. وكيفاش أنا كانت كيف تتبع القهوة ويخرجوا لي قلبي كيتعصب، كيفاش أنا وليت عايشة بحال، كيفاش أنا مواطنة، علاش عندي هاد الوراق تاع الانتخابات وديال الدستور؟ خاطيني عطيني عافاك النمرة ديالك. اه يلا نعطيلك النمرة ديالك لالا. الراميد ما استاش. عطيني النمرة نقولوا للناس بعدا الرقم. اه. هو أهم حاجة. هاي الراميد. الناس اللي بغاو يتواصلوا معاك أنت لالا. عطيني الرقم، عطيني الرقم ديالك. ها وحدة فيهم راه كلهم فيهم الماليك، أنا عارف كاتبهم فرق. أييه. هنايا غادي تشوفوا الرقم اللي تواصل معاك كذا غنحاول نقول لكم 0698 70 39 70 39 86. حنا لا فيديو فاش غنحطوها غادي تلقاو الرقم ديال هاد السيده اللي هو 06 98 70 39 86. هاك اخويا اذا المشاهدين الكرام كيف ما شفتوا في الحاله ديال السيده حاله صعيبه، الله ينصح الله يدير ليها ربي تاويل ديال الخير. الرقم ديالها انا قلتو غادي تلقاو لا فيديو في شوف تيفي في لا فيديو اللي غيكون في اليوتيوب، ولا هنايا راني قلت لكم الرقم